انت كريم يا رب يا رب ما تحرم حد من داره. الحمد لله. السلام عليكم يا اخي. انتردي مسيو انتردي. انت مالي جوه مسيو انتردي. في ايه؟ في ايه عايز ايه؟ انا بخبط. دي اداره، دي سفاره مصريه على ارض الفرنسيه. يعني بص 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 تعالى بص، النسر اللي على الباسبور. استنى بص، النسر اهو اهو اهو، بص شايف هو اللي على العلم. يعني دي داري. اوعى بس تشوف حد جوه. لا في كونجي. اه كونجي. كونجي يعني اجازي. النهارده اجازي؟ طب وبكره؟ بكره دومان كونجي كمان. دومان كونجي الرئيس الدولي. بس بصرف النظر عن الموقف دي، انا فرحان ان انا فاهم فرنساوي. طب ما تسيبنا نجرب، يمكن في حد نايم جوه ولا حاجه. يا سيدي استنى بس نجرب. اسمك ايه؟ كومان كومان تابلتي نيكولا. اهلا نيكولا. اهلا وسهلا. الف يا رمضان مبروك ابو العلمين حمودي. انا مش عايزك تزهق مني احسن. اني طرشه بالمعلقه. انا اتهديت لحد ما وصلت هنا. انا متاكد ان في حد هناك. مسيو سي انتردي دومان سي كونجي. هنعمل ايه؟ الامر لله. الامر لله. انت مش عايز مني حاجه قبل ما امشي؟ اي حاجه. هعمل ايه؟ انا حاسس ان في حد هناك جوه. مسيو سي كونجي. ولاعه سجاير. ايه ونيله ايه اللي بتشربيها في الجو المنال ده؟ هو معلش انا اسف، انا ما بدخنش. بس ما تقلقيش، اكيد هلاقي في الشنطه ان شاء الله كبريت وشمع. اكيد امي حطتهم لي. ثانيه واحده، سجاير ايه ونيله ايه بس يا ستي؟ واتجوزت اتنين وقعدتهم معامل في الدار ومبسوطين اخر انبساط الحمد لله. وانا برضه ليا كلمه ماسك البيت يعني، وبيتنا مش بعيد عن بيت العمده خلي بالك. وسمعتي الحمد لله كمدرس اول. وادعي لي ربنا يوفقني. انا متشكر على السندوتش، وعايز اقول لك ان انا اتوكل على الله عشان عندي شويه مصالح. السلام عليكم. روح يا
ايه راح افل. انت تقعدي، انت تقعدي، اقعدي اقعدي، مش هتنزعي لي. انا راجل ما احبش الحرام، خدي بالك. انا جاي هنا عشان اشوف شغلي ومستقبلي، وعايزك تتاكدي ان علاقتنا انتهت النهارده بانتهاء السندوتش دي. خلي بالك، اوعي تفكري ولا دماغك تروح كده ولا كده. ها افتكريني بالخير. السلام عليكم. الساعة كام يعني؟ معلش انا لابسها في ايدي الشمال، احنا عندنا بنلبسها في الشمال، وانا بصراحة لو طلعتها ممكن ايدي تتقطع في البرد ده. هون انا اسف. بعدين هي شكلها مغربية. ايه مغربية؟ انت محتاجة الساعة دلوقتي؟ ايه؟ انت فارقة معاك ايه الساعة من الجو في الوقت من النيل ده؟ هون لو واحد نيل اقعدي في بيتك. انصحك، باريس صعبة قوي قوي. عمار يا مصر. يا رب كملها بالستر. لا اله الا الله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. استرها معايا يا رب. ادعي لي يا ام رمضان، ادعي لي يا امي. يا ساتر يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي. صلى الله على النبي يا ام الحق. في ايه يا امه؟ في ايه يا نعمه؟ اديها بقى ميه. الحين يا معوض. الله اكبر الله اكبر. يا ساتر يا رب يا ساتر. مش عارفه ايه اللي جرالي، قمت مرزوعه من النوم. اوعوا اوعوا يا عيال، اوعوا كده انتوا دلوقتي. اوعوا، انا عارفه اللي فيها كله. حصل لي يا اختي اول ليله عوض سافر فيها جالي كرشه نفس واني نايمه، كنت هضيع فيه. قلبي واكلني عليه. هو مش قال لما هيوصل هيطمنا عليه؟ يا اختي انت هتعملي كده من اول ايه؟ مش هو لسه مسافر؟ يعني الغيب حجته معاه. ادعيله ادعيله انت بس. الهي وانت جاهي يوقف لك ولاد الحلال ويبعد عنك كل شر يا رمضان يا ابن قلبي يا رب. وانت يا عوض اشوفك يا حبيبي، اشوفكوا كده انتوا الاتنين راجعين ماسكين ايديكوا في ايدين بعض. والله بقينا في الهوا سوا يا ام عوض. يا رمضان يا عوض تعال اشوف امك يا رمضان. يا عوض يا قلبي يا اخو تعال لي يا رمضان. يا عوض يا عوض عايز اشوفك يا عوض. يا حبيبي يا رمضان. يا حبيبي يا رمضان. يا حبيبي يا رمضان. شفت يا طلبه بيه؟ شفت عشان نيتك الحلوه كل حاجة مشيت تمام. ايه محدش قدر يقف قدامك، الكل جري. عبد الحميد المخ
رجع بلدهم وقفل عليه باب داره. والأستاذ رمضان ودير دعايته غرف 60 داهية مشي وساب البلد أول ما لقى فرصة إنه يحج، بس فالح بس يقعد وسط أهل البلد وشبابهم ويحذروا من السفر. لكن كلكم والحاج فكري أخوك وإخواتكم تاني دول هيموتوا. إيه ده الغل والحقد اللي جواهم هو اللي هيخلص عليهم. استغفر الله العظيم، كانوا عاوزين يورثوني بالحياة يا عمدة. وهيجنن الولا اللي هيورث كل حاجة يا أبو الشريف. قالوا كمان إيه، كانوا طمعانين في المنصب، راحوا لعب حميد ومشوا وراه وهتفوا له، ولما لقوا إن مفيش فايدة سابوه ومشوا. إلا بالحق ده الحاج فكري جاني النهاردة الصبح عاوز إيه النبات؟ كان بيجر نعم معايا وبيقول يعني هي إنه عايز يقعد معاك هو وإخواتك عشان يعني تصلحوا اللي ما بينكم. دلوقتي جايين يصلحوا؟ وسمعت منه كلام لا مؤاخذة يعني عمري ما سمعته قبل كده، قال انتوا اخوات والدم عمره ما يبقى ميه كده اهو. الله بس عبد الحميد المخ اداهم الزومبا اللي هي ايه؟ قالك شفت بنفسك، جه وعمل لي دعايتي بنفسه واعترف قدام البلد كلها انني اصلح منه للبلد دي. امال ايه؟ دي كانت ضربة معلم يا طلبة بيه. أنا مش مصدق أنت عملتها إزاي. أنا مش مصدق وداني، ده أنت جبته لابس كتاب زي هوجن. طب أنا هقول لكم حاجة عن حلو عندنا في فرنسا. التاكسي مثلا، التاكسي هنا أنت بتجري وراه وتبوس لأربع فرد عشان تركب معاه، هناك التاكسي حتة يافطة مكتوب عليها تاكسي. ايه يعني الواحد يركب اليافطة واليافطة هي اللي توصله؟ تصدق بالله يا فتحي انت كرودي. التاكسي ده يا سيدي يافطة بتقف تحتيها بالطابور لغاية ما يجي سواق التاكسي يقول لك اتفضل، كل واحد واقف في دور. ايه البرد اللي في البلد ده؟ هي عمار يا مصر، عمار يا مصر. ساتر يا ساتر يا رب. ايه دي؟ ايه قلة الذوق ده هي؟ ما ينفعش حد في الشارع يجي يلزق في الناس كده. امال فين خصوصية البشر اللي بتتكلموا عليه؟ يا اخ روح كده ولا كده؟ طالو؟ روح كده ولا كده، باريس واسع، انت جاي تلزق ورايا يعني ليه؟ روح. ايه دي؟ وبيكشر لي كمان. ما هو ناقص يكشر. اهلا وسهلا بالهنود الحمى. اهلا وسهلا. بان عليك اتشهرت يا رمضان، الناس كلها جايه تقف وراك. ستر يا رب. ايوه كده ايوه كده، خلي الوقفه تلعلط وتنور. ايوه ما شاء الله، واضح ان الشعب هنا بيحب التلاحم مع بعض. استر يا رب استر يا رب. اهلا وسهلا. قربتي؟ شكلك قربتي. انا بس مش مدين الولاد المطعم اللي واقف ورايا دول. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه البلاطه ده؟ ايه حد قال لك وقف؟ تاكسي. ايه تاكسي ايه ونيلي تاني؟ مالي ما انا ما قلتلوش تاكسي لا ما تركب ولا تتحري. انا مالي انا مطلوب تاكسي مسيورا. انا ما شاورتلوش. انا مش عايز تاكسي. لا نسمع بعض. استني يا حلوه، استني يا حاج، انا عايزك توطي صوتك. طب يا طارق وطي صوتك واعرف انت بتكلم مين. استني استني استني، انا قلت لك اقف عظيم بيمين عليك وعلى عيالك. انا قلت لك فينا ما احنا كده هنتجنن. ما انتوا شغلكم نسمع بعض. لا انتوا شغلكم نسمع. ما تزقش. لا اوعى تزق. يلا سيبها لكم خطر. يا مين بالله لو قلت الصيد لا كون راجل محترم. انا طلبتك غرف ده. شكلكم ناس هبله. اركب اركب ما تزعقش. اركب. سلام عليكم. ده الناس المجانين ده ايه؟ يلا شعبان يلا حبيبي كلك حاجة. انت من امبارح قاعد على لحم بطنك، لا اتغديت ولا اتعشيت. خد وحش على صحتك حبيبي. يلا بابا يلا كل حبيبي. مش عاجبك؟ مش اللي ما بس اللي ما حبيبي. طب انا هقول لك حاجة حلوة، احنا ناكل دلوقتي وبعد ما نخلص اكل اخدك ونروح للاستاذ رمضان. ها ايه رأيك بقى؟ لا مش حاجة اللي ما بس اللي ما حاضر يا شعبان. حاضر يا حبيبي حاضر.
يلا قوم البسك يا بابا علشان اخدك ونروح للاستاذ رمضان. يلا حبيبي يلا تعالى تعالى. ايه حكايه الطوابير في البلد دي؟ انا زهقت معلش ايام سوري معلش يا اختي حلوه معلش يا رب ارحمنا بقى. ثانيه واحده بعد اذنك معلش عندي مصيبه في بلدنا في قطر انقلب عايز اطمن ممكن معلش انا ادخل. الله يكرمك ده انتوا الفرنساويين اهل الذوق. الله يستر. الو ايوه انا مسيو رمضان مبروك الولعمين حمودي عايز اكلم استاذ صبري لو تكرمت. الاستاذ صبري ايوه صبري عواد ايوه شكلها السكرتيره بتاعتي. استنى يا اخي بقى طب دي يا واحده ايوه قولي له انني وصلت قفلت السكه. الله يخرب بيتي عظيم يا مين ما انت شغال عند الاستاذ صبري تاني انت انقطع عيشك من النهارده. ممكن تستنى شويه معلش عشان فيه مصيبه في بلدي لو تكرمت لو سمحت قولي له يا اختي يعني استنى شويه اللي بتعرفي. والله انت شكلك ذوق يا اختي حلوه. ثانيه واحده يا استاذ رمضان. مين اللي بيخبط؟ مين؟ الاستاذ رمضان موجود يا بنتي. سي عبد الحميد سي رمضان سافر. سافر؟ ايوه سافر فرنسي على الفجريه كده. استاذ رمضان سافر فرنسي؟ ما سابش نمرته هناك؟ لا ده حتى ما طمناش عليه ولا سال علينا. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يطمنك عليه يا بنتي. خد دي نمرتي لو عوزتوا اي حاجه يبقوا اطلبوني انا في مقامه هنا بالظبط. تسلم يا رب تسلم. بس خليه يطلبني من فرنسا. يلا شعبي يلا استاذ رمضان سافر اهو خلاص. وبعدين انت زعلان ليه؟ كل يا حبيبي كل. وبعدين هو اول ما هيرجع هيجي يزورك. انت مش بتقول انك انت صاحبه؟ يلا كل علشان اول ما يجي يلاقيك حلو كده. يلا ماي مازر امي. ايوه يا امي وحشتني قوي يا دناي. سيعه لا مفيش حاجه يا امي مفيش حاجه. ده في ناس تقريبا بيصلحوا حاجه جنب التليفون. عيب كده تليفونه سي معلش ماني بكلم امي برضه. سقط تقولي كده وبقول عليكم شعب كده حلو يعني يا صلح النبي يرجع على شويه كده بقى بكلم امي يا اخي. ايوه يا دناي ايوه يا امي ده البيت وحش قوي من غيرك. يبو رافيلرا بلو تار. عايز تكلم؟ لا ده واحد صديق هنا اتعرفت عليه حكايه. هديها لك ايوه يا امي. انت بتتكلم منين؟ بصي اقفلي امي عشان انا محصور وعايز افوق مع حاسه. مع السلامه يا حبيب. سلام عليك. سلام عليك. متشكرين قوي يا خيي. متشكرين على الدبدبه ده. هي فرصه سعيده ليك. سلام عليك. ياسمين يا سيد معلش كنت بكلم امي بس عشان فيه مشكله معلش هو عملها الاستاذ صبري السكرتيره قفلت السكه. كله خير وانا لازم اسلم على الطابور ولا ايه سلو البلد ده. سلام عليكم. نهار اسود ومنيل. لا بيسلموا لي على بعضكم بقى. سلام عليكم. رمضان كلمني. كلمتي مين يا ام الحاج؟ هو فيه غير حبيب امه رمضان؟ حبيبي رمضان. ايوه رمضان كلمني. سمعت حصه وقفلت السكه تاني. طب يا اختي ما قالكيش انه شاف عوض ولا لا؟ وكلمك فين يا ام الحاج؟ طب يا اختي كلمها في الحلم. لا يا اختي مش في الحلم. كلمني في التليفون بتاع الواد صبحي. ما هو الواد صبحي عنده تليفون. ايوه ما هو رمضان اداهوله عشان يبقى يطمني كده برضو. يا أم الحاج مش كنت تنادي علي؟ معلش يا دناي المرة الجاية إن شاء الله. طب وعوض يا أختي ما كلموش تاني؟ تاني يا معوض تاني؟
بنت صباح قومي فيزي اعملي لي سندوتش حميه وكوبايه شاي واستنيني جوه في الاوضه. حاضر يا اخويا. عناي اه يا نياني يا تعبني، اه يا نياني يا قاهرني، علشانه اموت انا. الله يخرب بيت الطوابير ده، اكل يا ناس. كل حاجه طوابير في البلد دي. الله سيبني اموت من الجوع. عايزي عشان ايه؟ اصبر يا ساتر على الجوع. بونجور بونجور بونجور. بص بقى جو امبلو 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 حلوه كده. حب دجاج. ايه؟ دجاج دجاج؟ يعني بسم الله ما شاء الله فراخ يعني. انت بتتكلم لغه عربيه؟ أيوة. وانت عربي؟ اي يا فرج الاخ منين؟ من تونس. تونس؟ لا انت جبت سبعه كلمه تونس. تونس تونس الخضري. وانت منين؟ اخوك من مصر. مصر. ايوه الشعب اللي بيحبكم. أيوة. سيبك أيوة. يعني من اي حاجه في ماتشات الكوره، يعني كوره كده في الارض كوره كده، لكن حب الشعب هو اللي باقي. الاسم كريم ايه؟ وانا عربي. اسمك عربي وانت عربي؟ ايه البركه دي يا رب. انا جعان يا عربي. اخوك جعان جعان يعني. اوكي تفضل. الله يخليك الله يخليك. شوف لي امبليه حلوه كده تكون بلدي. ايه ايوه ايوه الله يخليك. اتفضل اخوي. احسن جاجل يعني. الله يسترك يا ابني، لو تعرف اني جعان قد ايه اني هدعي لك. واهم حاجه عندنا في فرنسا تخلي بالك من اكل اللحم، وبالذات اللحم المفروم بيحطوا لها خنزير. اعوذ بالله. لا والخمر، الخمره بيحطوها على الاكل والشرب. استغفر الله. علشان كده اهم حاجه تحرص وانت بتاكل اللحم، اه تحط عينك جوه راسك وتخلي بالك انت بتاكل ايه، لا تركب ذنب على الفاضي. اهي دي بقى اوحش حاجه عندنا في فرنسا. الفرخة ده هي بصراحة يعني أنا حاسس إنها اندبحت غصب عني، يعني كشة كده في الطبق تحس إنها خايفة. كيفاش كيفاش؟ كيفاش إيه؟ يعني هقول لك من الآخر، الفرخة ده هي مذبوحة حلال يعني؟ بصراحة يا أستاذ رمضان لأ. لأ؟ وما أنت جايبها لي ليه؟ أنت جايبها لي ليه دلوقتي؟ أما أنت ما كنتش تاكل حلال. أنا هو لازم أقول لك يعني، يعني أنا مكتوب على شكلي حرام يا أخي. أعمل إيه يعني طيب دلوقتي في عز الجوع وجايب لي فرخة مذبوحة مش عارف مذبوحة إزاي؟ لا إله إلا الله. إهدي. الناس اللي نفسيني يا عم مش اسك بتصايد هي. متشكرين قوي يا سمح. متشكرين قوي. سلام عليكم. لا لا والله الناس تسأل. Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes pans. Ta rengaine toujours a pris la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie. Est-ce que t'es belle en pleine nuit? Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo. Et je picole. مش هتاكلي معانا يا خالته ام عوض؟ يا اختي اسكتي. اكله ايه انتي رخله دلوقتي؟ عايزه اعرف لما رمضان كلمك ما قالكيش عوض كلمه ولا لا؟ لما يقابله هيقول. اما انتي عامله شويه باميه يا نعمه تستاهل بوقك. كان نفسي حبيبي رمضان ياكل منه والله، وانا بعملها يوم ما الحاج الدمعه فرت من عين. اصله بيحبيه. ما انا قلتله نديك شويه اكل ينفعوك في الغربه. اتمقلت علي جماعه دلوقتي بياكل احسنها اكل. كله كله احسنها اكل. ايه يا بنت، هو في احلى من اكلنا ولا من طبخنا؟ يا فرج الله يا فرج الله. والاكل دي حلال؟ حلال يا حبيبي. ده انت اللي حبيبي. اديني الله ورا بعض ما تقفش ورا بعض.
لها الحلال والطعم. اللهم لك الحمد والشكر. اديني اديني. اتفضل يا حبيبي. مش عايزك تغيب عني ها؟ عشان انا بايخ، الله يكرمك. كل نشوف حاجة حرصة ها؟ كرسي مخلل الحاجات دي، الله يكرمك. اتفضل يا عبدالي. اتفضل يا حبيبي. شكرا، يخرب بيتك جهدك يا اخي. راجل طيب وسطك بشوش واحلى ما فيش شنبك، لانني مربي شنبي وبحب اللي بيربي شنبهم يعني، شنب ابيض ومنمق. ربنا يحفظهولك. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، دي ما نعمه يا رب واحفظها من الزوال. الحمد لله. شكرين يا راجل يا طيب. قول يا سيدنا حسابك كام؟ فلوس؟ 50 يورو. كام؟ 50 يورو. ايه 50 يورو؟ ليه؟ 50 في 8 بربع 100 جنيه؟ وانت ذبحتيني عجل ولا عزمتيني على خروف؟ اهدي. وبعدين كاتب لي حلال اللي هو انت عشان كاتب حلال خلاص يعني؟ فاكر ان انت واللي هياكل عندك هيخش الجني؟ ده انا عايز اشرب مش هشرب من عندك، لا تقول لي الميه فيها حلال وحرام. سوق الخضار لو تكرمت اللي هو اللي مرشين. سوق الخضار. سوق الخضار مساء الخير. سوق الخضار والله لو تكرمت يعني. أنا آسف يعني أنت ما بتعرفش السوق ولا مش فاهم لغتي؟ لا عديد. أيوه تعالى يا اللي بتضحك أنت. طالما تحكي يبقى أنت فاهمني، صح ولا لا؟ صح. أهلا وسهلا. أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة، شكلك لسه واصل. أيوه والله لسه واصلين. أنا سمعتك عايز تروح السوق. يا ريت لو مش هتعبك يعني. لا إزاي؟ الله يخليك، الله يكرمك، اتفضل. اتفضل. يا محسن اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا في الرواقان. معلش ايه أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي من ميت باريس بلدياتي، أنا من ميت أبو حلاوة. سبحان الله، أنت من ميت أبو حلاوي؟ أيوه. من بيت مين يا هلا؟ محمد، أنت مشيت أبو حلاوة. الله يخرب بيتك، أختك عواطف اتجوزت يا تمشيتي. أختني؟ وشريتها جابولك معايا. الله، أنت بتتكلم جد؟ وأنا يا واد قاطع تذكري واخد فيزي عشان أجي أهزر معاك. بالك أنا ما كلمتش أختك عواطف ولا تعرف عنها حاجة. كتير ماني عارف. احكي لكم على حاجه حلوه عندنا كمان في فرنسي. مارشيل الخضار. ايه المارشيل ده؟ السوق يا فتحي، هو انت بس اللي بتسال؟ زهقتني يا اخي. اول ما تخش سوق الخضار تلاقي كلهم مصريين، يا اما من بلدنا يا البلد اللي حوالين. فلما بتخش السوق كده تفتكر ميت باريس. سيلافيا فرنسا. باريس كلها تقريبا يا استاذ محمد بتشتغل في سوق الخضار ده. هو عيل عندنا في البلد يا دوب شنبه يخط كده تحت مناخيره، اهله هوب يبعتوه على هنا، يجي بقى يقعد له كام سنه هنا، وفي الاخر يرجع البلد معاه عيل ولا عيله يجروا تحت منه كده، وواحده حلوه كده فرنسويه يعني معلش، ويمشي يتفشخر على اهل البلد. والله الغربه تمنها غاليه يا استاذ رمضان. أنا غلبت معاهم، لا ضرب نافع ولا شتيمة نافعه، العيال بتنولد جواها لقى الصفر. ايه؟ ولا مطاوع؟ ايوه قالوا
استاذ رمضان. ده بالله العظيم اللي بقى. لا يا اخويا فوق فوق. تعال شيل الشنطه من الاستاذ محمد. ايه دي؟ السلام عليكم يا رجاله. اهلا بشباب في فريق. ازيك يا استاذ رمضان؟ اهلا عاملين ايه؟ اهلا ازيك يا عم عامل ايه؟ الله يكرمك يا اخويا. انت كبير البلد ولا ما اعرفش؟ لا مش كان كبير ولا حاجه يعني. الحكايه ما فيها ان الشباب دول معظمهم انا ياما اديتهم بجلدي على ظهرهم في عز الشتاء، فاكرين ولا لا؟ ايوه. فكل واحد يعني شايل لي ذكرى في دماغه. الله ازيك يا مطوع. تعال وريني لابس نظاره. ايه دي؟ انت عامل فينا يا مطوع؟ الله يخرب بيتك. اجري نجرع الكرسيين وشاي. اهلا اهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ. يعني مش عايزك تنكسف، اعتبره مكانك ودول اخواتك طالما هم اخواتي يعني. ايه اهلا اهلا. شد يدك على الكرسي. يلا صباحنا وصباح الملك لله. يا سلام، والله زمان يا استاذ رمضان. الله يكرمك. بقول لكم ايه، ما حد فيكم شاف اللي هو العوض؟ عوض الزناكي؟ ايوه. هو في غيره اللي راح وقال عدولي؟ شفناه مضى ولا اتنين في القهوه وبعد كده ما بقاش ايه. هيجي ليه؟ ما هو ما بقاش طايق اي سيره من يمه بلدني. انا ليا واحد شغال مع امريكي عبد الله تعالى. الله يكرمك يا استاذ محمد يا امير الامراء. الله يكرمك. ايوه كده. ايوه كده. ادي الضيف، ادي الضيف يا ارضي. ايه يا ارضي؟ هدي اهبل انت لسه اهبل. ادي الضيف. الله يكرمك. وعايز اقول لكم يعني اي حد فيكم تحصل له لا قدر الله مشكله في باريس يعني يجي لي على طول، لان ان شاء الله رايح لسياده السفير بكره الصبح. هشتغل هنا يا استاذ رمضان؟ ادينا هنشوف يا سيدي، ان عجبنا الحال هنشتغل، ما عجبناش الله اعلم. المهم الصلاه على النبي كده بقى، احنا هنبات فين الليله؟ عندنا يا استاذ رمضان. لا 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 عندك يعني؟ استنى بس، الولد بيقول المكان عنده واسع. كلكم اخوات، كلكم اخوات متشكلين قوي. طب يا استاذ محمد اديك شايف، اشرب شايك ومتشكلين قوي يا استاذ محمد، تعبناك معانا يعني. انا هسيبك بس المره دي عشان اهل البلد ماسكين فيك. الله يكرمك. وانا عايز اقول لك يعني لو قابلتك اي مشكله في فرنسي ابقى رني لي. انت عندك تليفون يا استاذ رمضان؟ لا ما عنديش، بس ان شاء الله هبقى اجيب يعني. طب خد الكارت بتاعي. ايوه. لاي مشكله اتصل بيا. الله يكرمك. الله يبارك. الله يكرمك. مروفار يا استاذ رمضان. ايه ايه، تعالى هنا اقعد يا استاذ محمد اقعد. انت قلت ايه وانت ماشي؟ لا قلت حاجه. قلت ايه؟ ايه اوروفار ده؟ هنا اني ما يتقليش اوروفار. مش عشان مشينا مع بعض يعني وتواضعنا مع بعض وخدنا ودنا في الكلام تتعدى حدودك وتكلمني فرنساوي وتعوج لي بوقك من نبي عربي. اتكل على الله. اتكل على الله. اتكل على الله. مع الف سلامه يا استاذ محمد. اقعد يا اقعد يا اقعد وحشني يخرب بيوتكم. اقعدوا اقعدوا. الله يكرمك. ما عندكوش سهله؟ مفيش سهله هنا؟ سهله سهله. ايوه عامل ايه يا استاذ رمضان؟ الله يكرمك. الله يكرمك. ايه اللي انت مهبوبه ده؟ هو ده انا هوريك الويل على الضفيره اللي انت عاملها دي. انت قاعد تعمل ضفيره ولا تاكل ايه؟ اتفضل يا استاذ رمضان. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عاملين ايه؟ ازيك يا اخويا؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هلا انتوا كلكم قاعدين في الحوض دهون؟ يا نهار اسود. بقى سابين ميت باريس بهواها وسعيد وجايين تترموا هنا؟ امال نعمل ايه؟ ايه اللي هتعمل ايه؟ طب يا مطوع بقى، هو ده يا مطوع المكان الشرقي والبلح؟ يا نهار اسود على الكذب اللي انت فيه. انت عارف مش ابوك بيعرف فدان ارض عشان يجيبك هنا؟ تسيب ده كله وتقعدوا في منطقه الكلب دهون؟ ايه اللي رماكم على المر دهون؟ لا مر منه يا استاذ رمضان. وهو ايه يا اخويا اللي مر منه؟ اللي جابك هو اللي جابنا. اخلص يا ابني واعرف تتكلم مين. ايه اللي جابني؟ ايه دي؟ حول ولا قوه الا بالله. امسك ادي انت معاك تليفون. كلمني النمره دهية. ده الاستاذ محمد اللي كان جاي معايا. اهلا وسهلا. لا ده احنا نقعد مع بعض عادات طويله قوي. رد عليك ايه؟ ها ايه يا استاذ محمد؟ خد النطع ده هيديك العنوان. امسك. يهبل من شيف. ايه يا استاذ محمد؟ من عقله. اتفضل يا استاذ رمضان. بيتك ومطرحك. يا رب يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. بيتك حلو يا استاذ محمد. الله يخليك. ما شاء الله ما شاء الله. ودي بيسموها هنا بقى؟ ده استوديو. استوديو استحدق وحلو كده. معمول كده المزاجي، عامل المزاجي كده بتاعي. ربنا يعلي مزاجك يا اخويا. خصوصا كمان الالوان والديكورات يعني رايحه في الاتجاه السريالي، حاجه حلوه يعني. ولكن يعني يعيبوا شويه الاباحيات والعري والكلام ده، هو اتصرف فيهم يعني. معلش فشحك فشحك. انا اخوك يعني فشحك فشحك. ما شاء الله. ايه الصوره الجميله دي؟ اوعى تقول ان دي الست حرامكم. ايوه المدام. ما شاء الله ربنا يحفظها لك. بس يعني الحمالات والحاجات دي باريس بقى. انا اخوك فشحك. انا اخوك باريس ايه؟ انا اخوك فشحك. حلو حلو حلو. اللهم صل على النبي. اوعى تقول لي دول ولادك. لا ولادي صوفي ومايكل. صوفي ومايكل؟ ومايكل. ما شاء الله. مايكل محمد تيجي ازاي ده هي؟ لا هنا تيجي. هنا تيجي. تيجي يا سيدي احنا مالنا؟ ربنا يخليهم لك يا استاذ. الله يخليك. حاجه حلوه حاجه حلوه. قوم كده بقى غير كده وفك كده. انت في بيتك ها؟ ما انا عارف ان انا في بيتك. انا عارف بس يعني ما تاخذنيش، انا شايف الموضوع اوضه واحده. لا ده هو استوديو والحمام موجود. استنى يخرب بيتك، انا افتكرت يا استاذ محمد يعني جايب لك
فرح اختك عواطف. الله الله. ايوه ايوه معلش اديك ما حضرتش تتفرج. الله يخرب بيت الغربه. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا استاذ محمد. الله يكرمك. الف بركه. شكرا. الف بركه. ايه خد راحتك كده بيتك. الله يكرمك. الله يكرمك. خد راحتك. عندك شاي وسكر والحاجات دي هنا؟ طبعا. الله يكرمك. مش محتاج فلوس يا استاذ محمد؟ لا لا مفيش حاجه يعني. انا يا اخوك. لا انت ابن حلال. الله يخليك. يا 100 باريس. الله يخليك. بسم الله ما شاء الله. يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه حلوه الالوان. احمر احمر احمر. ده بيت مجانين. القبلة ازاي يا استاذ محمد؟ ها؟ القبلة بتاعت الصلاة. مش عارف والله. متهيألي كده. يا اسود ونيل. انت هتعرف منين؟ ما انت مفلفل لي شعرك وعامل لي فيها فرنساوي. معلش. ايه 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 الشياطين اللي قدامي وانا بصلي؟ شيل الزفت السور ده من قدامي يا استاذ محمد. عيب كده اسطوره من قدامي يا اخي. واقفل الزفت دي عايز اصلي. والله انا ما مصدق عينيا يا استاذ رمضان. انا سايبها بتلعب في الشارع. ايوه ما هو البنات بتفور بسرعه. أم وحشتني قوي بقى لي 15 سنه ما شفتهاش. معلش ما هو الامهات كمان بتفور بسرعه. معلش ان شاء الله في اقرب وقت انزل مصر باذن الله. ان شاء الله انزل شوف امك يا استاذ محمد بدل ما شريطها يجي لك هنا. ما تاخذنيش. وخلي بالك شريط امك مش هيبقى شريط فرح. ايه انت فاهمني؟ ما انا لازم ادوس عليك عشان قلبك يتهز كده. استغفر الله العظيم يا رب يا رب. استغفر الله العظيم. الله اكبر. ايه العجل ده كله يا استاذ محمد؟ سبحان الله ده كله شكل واحد ونوع واحد. هو ده بتاع الحكومه ملك الحكومه. الحكومه بتاجر عجل للشعب؟ ايوه بيفكوا ازمه مواصلات عشان باريس زحمه. والله فكري والله فكري. بس ايه رايك في الرحله الباريزيه دي؟ حلو حلو بس العجله دي مش عجباني. عجلتي احلى. ليه بقى؟ حياة النبي ما هي حاجة مش مظبوطة. لا 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 بتاعة الحكومة. معلش ربنا يكرمك وتشوف عجلتي. آسف لنا جنزير ولا حتة حبل تشبط العجلة دي في عمود ولا حاجة. لا 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 حطها زي ما هي كده. حط ايه افرض حد سرقها. لا لا ما تخافش مش حدنا بيسرق عجلة. هيبقى على مسؤوليتك. مسؤوليتي. طيب تعالى. ما نشوف شكلك هتغرقني. تعالى بس سرقوا العجلة. بسم الله. أنا جيت فرنسا هنا من 20 سنة أستاذ رمضان وكان كل همي الحريم. كل يوم مع واحدة والتانية والتالتة. فرنسويات؟ بيأسير طبعا. معلش السؤال يا أستاذ محمد ما تاخذنيش يعني. يعني أنا مش شايفك واد مفلفل كده ولا واد فيتك. بصراحة يعني هيبصولك على إيه؟ لا سمعة المصري هنا حلوة. لما يعرفوا إن أنت مصري يموتوا فيك. طب سؤال تاني معلش. العبد الله اللي قاعد جنبك شكله هولندي أو طلياني؟ نو. يعني شكلي مصري. طبعا. امال يا اخويا الحريم رايحه جايه محسساني انني لسه ما جيتش فرنسا. لا اصبر اصبر بس ده عيب عليك بالطابور. لا يا راجل استغفر الله العظيم انا بضحك وياك. بص يا استاذ محمد انا بفضل الله علي لا تعنيني المغريات تماما. شوف لو واحده عملت اللي قدامي ولا كانها هني. انا غلطت في حياتي غلطه واحده ان شاء الله ما تتكررش يعني. غلطت ايه؟ جوزت واحده مطربه كده 3 4 شهور وخلاص. مطربه؟ مين دي؟ ما قلنا كده معروفه اسمها نجلاء وجدي. ده فرد ما حصلش. ده انا شفتها على النت. ايه يا استاذ محمد ايه اللي ايه الحاجات المراهقه ده؟ هي احترم نفسك. لا انا مش قصدي. معلش معلش لازم تفهم اللي بتعمل عليها وكده والكلام الفاضي ده. هو في يوم من الايام كانت على ذمتي. والله ما اقصد. انا اسف يا استاذ رمضان ما اقصدش والله. خلاص انتهينا. بعد كده يا سيدي اتجوزت البنت نعمت وقفلت بيها تاريخ العاطفي. وبعد كده اتوكست وكست عمري. اتجوزت وليه بنت العمده هي عظيم بيمين. الولية دي لو جت فرنسي لا يقبضوا عليها ويرموها في كونتينر ويرموا الكونتينر في البحر. بلوى بعيد عنك يعني. جوازة تالتة كمان يا استاذ رمضان. ده انت جامد قوي يا عم. لا يا عمي مش بغرض الجواز ولا جامد ولا حاجة. اسمع بقى. ايه؟ احنا نجوزك واحدة فرنساوية وتخلف لك واد فرنساوي حلو كده. قطع قطع سيرته. واد فرنساوي؟ انا ابني يصحى الصبح يقول لي بونجور. عظيم بيمين ما يقعد على ذمتي اللي هو ولا امه ساعة واحدة. انا عايز اعرف بس ايه اللي مش عاجبك في الست الفرنسيه. الست الفرنسويه جمالها صارخ وفائع وبالنسبه لنا احنا يعني الناس اللي هم ليهم علاقه بالثقافه والفكر الجمال دي يعطلنا يعني. خدت بالك؟ اه. احنا لم نخلق للبرفانات الباريسيه والموضه والكلام دي. الثقافه دي يا
اكسكيوزي لا مفيش حاجه، لا حصل خير حصل خير، يعني ممكن تكون رب صدفه يعني. يا امي يا استاذ ما تقعد بتبتسم بشعرك ارغي، ما انت عمال تضرب الفرنساوي بقالك 200 سنه اتكلم في السوسيله دي. يا بنت سوسيه ايه؟ قول لها ده مين اللي بيتكلمني؟ قول لها انا استاذ رمضان مبروك على ايوه العالمين حمود مدرس مدرس اول سام بروفيسور اول اول اوكي بقى Alors dites-lui que je m'excuse, hein, je suis vraiment... Là, ma fiche, là, ma fiche, là, il y a pas de souci, vous inquiétez pas, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Hassim, monsieur Mohamed, on a dit que je suis en train de me faire. Je ne veux pas que tu aies vu ce que tu as vu, je considère qu'elle a été de ma vie.